بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة السلام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم المعرفي والثقافي والفلسفي، برنامج أفلا يعقلون. لا شك أن الأدب الروسي عامة والأدب العالمي خاصة قد حذا حذو العديد من الأدباء السابقين والأدباء اللاحقين، وقد أنتج لنا بغزارته وبتنوعه أدباء شكلوا عقبة إبستيمولوجية حتى لمن جاء بعدهم فلم يستطيعوا تجاوزهم، وقد تلبسوهم أيضا وقد سكنتهم روحهم. ومما لا شك فيه أيضا مشاهدين الكرام أن القرن التاسع عشر قد زخر بمجموعة كبيرة جدا من الأدباء الروسيين الذين وصلوا إلى قمة العالمية، وتجاوزت رواياتهم وخطاباتهم السردية حدود جغرافيتهم، وترجمت أعمالهم إلى أكثر من 100 لغة، ولا سيما مفكرنا وأديبنا وفيلسوفنا الذي سوف نتناوله اليوم بالدرس وبالتحليل وبالعرض، فيودور دوستويفسكي، عملاق الأدب الروسي الذي ولد عام 1821 وتوفي عام 1881 عن عمر يناهز 60 عاما في القرن التاسع عشر. هذا الأديب وهذا الفيلسوف بلا شك الذي قال عنه فيلسوف المطرقة الألماني فريدريك نيتشا إن هذا الرجل قد أفادني كثيرا في مجال علم النفس، وقال عنه مؤسس مدرسة التحليل النفسي سيغموند فرويد: كلما توصلت إلى نظرية أو نتيجة إلا ووجدت فيودور دوستويفسكي قد سبقني إليها. وقال عنه العالم الفيزيائي الكبير ألبرت إينشتاين: إن هذا الرجل أفادني في كثير من النقاط والمجالات. وقال عنه فيلسوف والأديب الألماني الحائز على جائزة نوبل هيرمان هيسة: إن فيودور دوستويفسكي ليس كاتبا أو روائيا فحسب، وإنما هو نبي. وكان مارتن هايدو صاحب كتاب الكينونة والزمان يحمل أو يضع صورة دوستويفسكي في مكتبه، وقد استفاد الكثير منه. وأيضا يعتبر رائد الفلسفة الوجودية في فرنسا جان بول سارتر في كتابه الوجود والعدم الذي يعتبره العديد إنجيل الفلسفة الوجودية كان يستفيد وكان يستعرض العديد من مقولات فيودور دوستويفسكي في مقدمة كتابه هذا. ولما سئل أندري جيد الأديب الفرنسي الحائز على جائزة نوبل عن فيودور دوستويفسكي قال: لن أبالغ إذا قلت بأنها أعظم شخصية فلسفية وروائية في الوجود. وقال عنه أيضا رائد الفلسفة ورائد الأدب اللاتيني في أمريكا اللاتينية بورخيس: إنها أعظم شخصية روائية بلا شك. قال عنه أيضا رائد الفلسفة العدمية في رومانيا الروائي الشاعر العدمي الكبير إيميل سيوران: إن هذا الرجل يمثل لي الأب المثالي في أعمالي وفي حياتي. فمن هو فيودور دوستويفسكي وما هي أهم أعماله وفيما تمخضت فلسفاته وما هي مجمل خطاباته ثم ما هي أهم مقولاته التأسيسية وخلفيته المعرفية والفلسفية؟ كل هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام نطرحها على ضيف عزيز وغال على قلوب الجزائريين يتابعه العالم العربي عبر قناته في اليوتيوب التي فيها ما يقارب 1000 محاضرة في مختلف العلوم الفلسفية والتيارات الفكرية، بدءا بالفلسفة الغربية بجميع تياراتها ومدارسها، مرورا بالفلسفة العربية الإسلامية، ثم في نظرية التطور لداروين والتي شرحها في العديد من حلقاته، انتهاء بسلسلة كاملة ومتكاملة عن فيودور دوستويفسكي، إنه الباحث العراقي الكبير الذي يتابعه الجزائريون والجزائريات وكافة طلبة العلم في العالم العربي عبر قناته باليوتيوب، الأستاذ أحمد الفارابي، لأول مرة في القنوات الجزائرية نسعد باستضافته. أهلا وسهلا بك أستاذنا العزيز والغالي أحمد لأول مرة في القنوات الجزائرية. شكرا على هذه المقدمة الرائعة صديقي الأستاذ كريم، وشكرا لجميع الشعب الجزائري. بالحقيقة حلقة اليوم بالفعل استثنائية، لأن نحن نتكلم عن الحبر الأعظم للأدب العالمي دوستويفسكي. دوستويفسكي ليس شخصية هينة، وليست روايات دوستويفسكي كما يقول نزار قباني قصة بختامها يتزوج الأبطال، لا، روايات دوستويفسكي فلسفة وجودية، وروايات دوستويفسكي آلام وآمال وإنسان مقهور وإنسان مذل ومهان.
دوستويفسكي عرفنا بأنفسنا كما قال فرويد. فرويد يقول أن دوستويفسكي هو الرجل الوحيد الذي عرفنا بأناس والذين لم نكن نعرفهم الذين هم نحن. نعم دوستويفسكي الحقيقة أعمال كثيرة جدا امتدت خلال 40 سنة تقريبا من عمره. هذه الأعمال طبعا مؤكد تتراوح بين القمة والعظمة مثل أخوة كرامازوف والجريمة والعقاب والأبلة وذكريات من منزل الأموات، وهناك لا بعض الأعمال ليست بذلك المستوى، وهناك أعمال رائعة لكن ليست بها تلك اللمسة الدوستويفسكية التي يعني تميز بها. ولذلك أنا أنصح أي شخص يريد الاطلاع على أدب دوستويفسكي أن ينتقي روايات دوستويفسكي، بمعنى أنه هناك أعمال كاملة لدوستويفسكي 18 مجلد عن دار ابن رشد ترجمة سامي الدروبي بإمكانك أن تشتريها، هذا إذا كنت من محبي وعشاق ومهوسي دوستويفسكي لا بأس، مثل حالاتي أو الأشخاص الآخرين اللي يحبون دوستويفسكي بكل ما هو عليه دوستويفسكي. لكن هناك أشخاص يريدون الأعمال التي تميز بها دوستويفسكي، بمعنى أستطيع أن أقول أنه 18 مجلد ممكن أن نقسمها إلى نصفين، نصف تستطيع أن تتخلى عنها ليست لأنها سيئة أو ركيكة أو لا لا لا، وإنما أنه النصف الآخر هو الذي يحمل بصمات ولمسات دوستويفسكي. مثلا يجب أن تقرأ رواية الفقراء. الفقراء هي رواية قصيرة تقريبا 250 صفحة بالحوالي، رواية عظيمة جدا. بعد ذلك ممكن أن تقرأ رواية أكبر منها اللي هي مذلون مهانون، أيضا رائعة، رواية تتحدث عن معاناة الإنسان في هذا العالم. ثم نأتي إلى رواية يجب أن تقرأها وبإمعان لأنها أحد أعظم الروايات اللي هي ذكريات من منزل الأموات، دوستويفسكي عندما قضى أعمال شاقة في السجن في سيبيريا فكتب عن معاناته، هي قصة، هو لم يذكر أنه هو الذي يكتب هذه الرواية وإنما نسبها إلى كاتب آخر اسم افتراضي. هذه يجب أن تقرأها لأن أولا صفحة مهمة من حياة دوستويفسكي، وثانيا لأنها رواية عظيمة جدا تتحدث عن معاناة المساجين وغيرهم. ثم بعد ذلك يجب أن تتجه إلى قراءة قصة قصيرة اسمها في قبوي، واللي لها ترجمات عديدة من ضمنها الإنسان الصرصار أو الإنسان من داخل القبو، هي نفسها اسمها في قبوي. ثم هناك قصة قصيرة أيضا اسمها حلم رجل مضحك، قصيرة ولكنها رائعة إلى درجة. وبعدين تدخل إلى ما يميز دوستويفسكي، الجريمة والعقاب، اللي أنا شخصيا أعتبرها أعظم رواية على الإطلاق. بعدها طبعا جريمة والعقاب رواية كبيرة ممكن تكون 1000 صفحة. بعدها ممكن أن تقرأ رواية الأبلة واللي هي بنفس الحجم، رواية عظيمة رائعة. بعدها ممكن تقرأ الشياطين واللي هي أيضا رواية بنفس الحجم، رواية جدا عظيمة، سأتطرق لهذه الروايات بالتفصيل. بعدها ممكن أن تقرأ أعظم ما كتبه دوستويفسكي على الإطلاق حسب فرويد، الأخوة كرامازوف. إذن هذا هو دوستويفسكي، هذه هي الأعمال العظيمة. ممكن أن تعرف دوستويفسكي الحقيقي من خلال هذه الأعمال، وبإمكانك أن تتجه إلى أعمال أخرى أفضل من أن تقرأ أعمال هي 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 ليست تحتوي اللمسة الدوستويفسكية. ممكن تتجه إلى تولستوي أو تورجينيف أو غيره. نعم صديقي أستاذ كريم، هذه النصائح الرائعة في معرض قراءة كل مبتدئ أو كل داخل وافد جديد إلى عالم دوستويفسكي المرعب والمتشابك والمتموج والصعب جدا، لأن دوستويفسكي أستاذنا أنا أوافقك كما يوافقنا العديد من الدارسين لهذه الشخصية الفذة بلا شك، استطاعت أن تسبر أغوار النفس وأن تدخل عميقا إلى أعماق النفس، حتى قال عنه كما قلتم قبل قليل، قال عنهم سيغموند فرويد
أن هذا الرجل استفاد أفدت منه الكثير في مجال علم النفس، وكلما توصلت إلى نظرية إلا ووجدت دوستويفسكي قد تحدث عنها. الآن فلندخل مباشرة إلى عالم دوستويفسكي أستاذ أحمد الفارابي، بداية برواية الفقراء، وهي رواية أول ما كتب دوستويفسكي في عام 1847. ممكن تكلم لنا نوعا ما عن رواية الفقراء أستاذ أحمد؟ رواية عظيمة، رغم أنه هي قصيرة تقريبا 250 صفحة، لكن حصلت على شهرة واسعة وعالمية بحيث هي اللي رفعت من مكانة دوستويفسكي. الحقيقة قبل أن نتحدث عن الفقراء يجب أن نتحدث عن خاصات الفقراء، يجب أن نتحدث عن الرواية أو القصة التي مهدت للفقراء، رواية المعطف، رواية قصيرة نيكولاي جوجول. هذه الرواية شكلت نقطة تحول مفصلية بالغة الأهمية في الأدب الروسي، بحيث امتد تأثيرها إلى مجمل الأدب العالمي. المعطف كانت أول قصة عن الإنسان المقهور، الإنسان الضعيف، الإنسان المذل المهان من حيث موقعه في السلم الاجتماعي، بغض النظر عن شخصيته، عن أخلاقه، عما يتميز به من صفات أخلاقية. أبداً السبب هو الظلم الاجتماعي، انتهاك كرامته الإنسانية. لذلك كان الأدب الروسي قبل المعطف يتناول حياة الطبقة المرفهة، الطبقة النبلاء والإقطاعيين وأصحاب السلطة والنفوذ في المجتمع. عندما تأتي حتى بعيداً عن الأدب الروسي إلى شكسبير، سوف تجد أن جميع أبطال شكسبير على الأطلاق هم نبلاء وأمراء وملوك. لير، الملك لير، هاملت، ماكبث، عطيل، روميو، وهكذا. حتى إذا تصعد إلى هوميروس سوف تجد أنهم ملوك وأمراء وأبطال ومحاربين. لا، هنا عند دوستويفسكي سوف يختلف. دوستويفسكي صديقي كريم سيتحدث عنك وعني وعن ناس نعرفهم بالشارع. كما قال فرويد، الرجل الوحيد الذي عرفنا بأناس لم نكن نعرفهم الذين هم نحن. إذن ما الذي يميز المعطف؟ رواية المعطف الجوجول تهكم لاذع، انتقاد شديد للقيم الاجتماعية الزائفة التي كانت سائدة في المجتمع الروسي. لذلك هذه القصة توحي بفكرة الحاجة إلى بنية اجتماعية أكثر إنسانية، أكثر عدالة بالمجتمع. لهذا أصبحت الأفكار اللي موجودة في المعطف معين لا ينضب المن لكل الكتاب الروس الآخرين، ليس فقط دوستويفسكي، للعديد من الكتاب حتى في شتى أنحاء العالم. قصة المعطف تتحدث عن أكاكي أكيش، هذا الرجل موظف صغير بأحد إدارات سان بطرسبورغ، شخص بائس ذليل. يقول جوجول إن أكاكي أفتيش رجل قصير القامة، مجدور الوجه، بشعر مائل إلى الإحمرار، ضعيف البصر، له صلعة صغيرة في مقدمة رأسه وتجاعيد على خديه. طيب أين هذه الصفات من هاملت، من ماكبث، من عطيل؟ لا يوجد هكذا بطل. نيكولاي جوجول أوجد لنا بطل. الإنسان لا يمكن أن يكون بطل، قصير القامة، مجدور الوجه، شعر مائل إلى الإحمرار، تجاعيد على خديه. كان زملاء العمل يستخفون به استخفافا يقابله بلا مبالاة، وعندما يتعرض إلى أي إهانة توجه إليه كان يرد بعبارة دائما يكررها، دعوني وشأني، لماذا تسيئون إلي؟ حتى الحرس في الدائرة التي كان يعمل بها كان ينظرون إلى أكاكي أفتيش كشيء فارغ، كما كان فارغ عندما يمر من أمامهم، وكأنه عبارة عن ذبابة، حلقة زائدة في غرفة الاستقبال. إذن كان هناك شيء غريب حتى في كلماته، في صوته، شيء مثير للشفقة. إذا نحن الآن أمام بطل لأول مرة مثير للشفقة، ليس بطل بمعنى الكلمة كما كان في السابق. يقول إن موت إنسان صغير لم يغير شيء في القسم الذي كان يعمل فيه، سرعان ما حل موظف آخر عندما مات. إذا نرجع لدوستويفسكي، منذ نشر قصة المعطف تناول الكتاب الروس الإنسان المقهور في كل أعمالهم، تورجينيف، تشيكوف، دوستويفسكي، كافكا في رواية المسخ، الإنسان اللي يتعرض للاضطهاد، جيمس جويس. ولذلك قال دوستويفسكي عمارته العظيمة، كلنا انحدرنا من معطف جوجول. يقول في عبارة في الجريمة والعقاب دوستويفسكي، الآن سوف أذكرها، عن
البؤس كيف الإنسان مثلا يصبح مثال للشفقة. أحد أبطال الجريمة والعقاب اللي هو مار ميلادوف يقول: البؤس رذيلة أيها السيد الكريم، البؤس رذيلة. يستطيع المرء في الفقر أن يظل محافظا على نبل عواطفه الفطرية، أما البؤس فلا يستطيع ذلك يوما، وما من أحد يستطيعه قط. إذا كنت في البؤس فإنك لا تطرد من مجتمع البشر ضربا بالعصا، بل تطرد منه ضربا بالمكنسة، بغية إذلالك مزيدا من الإذلال. وهكذا تصور حتى بعيدا عن الفقراء، عندما نذهب لجرم العقاب سوف نجد أن أحد الشخصيات اللي هو مار ميلادوف اللي هو والي السونيا يتحدث بهذه الطريقة. الحقيقة أن دوستويفسكي قال كلنا انحدرنا من معطر جوجل، لكن الحقيقة هو الانحدار حدث من محطة بوشكين، لأن بوشكين سبق جوجول في الإنسان الضعيف، الإنسان المقهور. نعم، بوشكين أول من صور هذا الإنسان البائس وليس النبيل والأمير وكذا في قصة اسمها ناظر المحطة، وأنا تحدثت عنها، والحقيقة هاي صعب تجدها ناظر المحطة، لأن موجودة ضمن مجموعة قصص اسمها قصص الأمير كذا، أو لما تحضرني ناظر المحطة اللي هو رجل اسمه فيرين لكنه ليس مسحوق ولا متمرد، هو ناظر محطة. هذا لم يتمرد على واقع البائس، لم يفكر في الانتقام من الضابط اللي أغوى بنته وسرقها، يعني بتواطؤ معها وذهب بها إلى مدينة أخرى، فبقى يطارد هذا الرجل من أجل أن يحصل على بنته ويراها. وإذا بهذا الرجل يعطيه مجموعة من الروبلات النقود ويدفعه خارج المنزل، ويذهب هذا الرجل المقهور ويلقي بالنقود إلى الأرض ويسحقها بقدمه ويترك، ثم يرجع للنقود من أجل أن يأخذها ولا يجدها. لاحظ الإنسان المقهور، هذا فيرين، هذا فيرين، وهذا أكاكي أكاكفتش اللي مهدوا الأرضية دوستويفسكي. نأتي للفقراء. الحقيقة الفقراء يتميز بها فد أمر ما موجود في معظم الأدب العالمي، لا روايات ولا كذا. القصة بأكملها عبارة عن ماذا؟ القصة بأكملها عبارة عن رسائل يتبادلوها اثنين شخصيتين، الأول ماكار دي فوشكين، هذا اللي يعمل أيضا موظف كاتب حكومي كما صديقه أكاكي أكاكفتش في رواية المعطف. هذا الرجل في أدنى سلم الخدمة المدنية، يعيش في نزل بائس يتقاسم مع 6 من الأشخاص الآخرين مع عائلاتهم، تقريبا هو يعيش في غرفة في مطبخ. يتقاضى ماكار أجر هزيل، هذا الإنسان شديد القلق والتوتر باستمرار. هذا الرجل دائما كان ثيابه رثة، حالته متردية، كما أنه مدين بصورة مستمرة. نعم، هاي أول شخصية. الشخصية الثانية اللي يتبادل معها الرسائل هي فارفارة إليكسيفنا، هذه المرأة لديها أو الفتاة اللي تقريبا منتصف العشرينات، لديها صلة قرابة مع ماكر وتعمل خياطة، تعيش أيضا في وضع بائس مماثل للوضع اللي يعيش به صاحبنا على الجانب الآخر من الشارع. إذا تحكي القصة عن حب وصداقة بين هاتين الشخصيتين، كفاحهما من أجل البقاء، البقاء على قيد الحياة. وبما أن إنهما كليهما فقير، يواجهان شتى أنواع الإذلال اليومي الذي يضعه المجتمع على من؟ على الفقراء. إذا هؤلاء الفقراء مجرد أناس لا يحترمهم أحد. تبدأ الرواية عندما ينتقل ديفوشكين، ماكار ديفوشكين، إلى شقة، لا ليست شقة بل غرفة بل مطبخ، من أجل أن يعيش فيها. هذا المطبخ أو الغرفة اللي يسكن بها تواجه فارفارا في الشارع المقابل بحيث يستطيع أن يراها. وأيضا كما ذكرت يسكنون مع شخصيات جدا كثيرة هم وعوائلهم. إذا يقضي ماكار ديفوشكين وقته بالعمل، ومن ثم عندما يعود إلى شقته أول شيء يقوم به هو يكتب لفرفارة، يكتب بكل ما حدث له في هذا اليوم، يكتب لها عن كل ما يعتريه، عن مشاغله، عن معاناته. فعندما يكون بينهم تقريبا شيء أشبه بالمحاكاة، يعني طريقة ابتكرتها فارفارة، أنه عندما تكون الستائر مرفوعة بمعنى أنها تفكر فيه، أما عندما تكون الستائر شباكها مزدلة أنه حان وقت النوم.
فكان يكتب إلى فرفارة والمقدمات جدا رائعة: عزيزتي، غاليتي، يمامتي، حبيبتي. فيكتب لها: عندما تعرفت عليك بدأت أعرف نفسي بشكل أفضل، قبل مجيئك لم أكن أعيش حقا في العالم على الإطلاق. إذن عندما تأتي شخصية مكر سوف نجد شخصية حالمة غريبة أكثر من فرفارة الواقعية، بحيث يبدو أن لديه حساسية وعاطفة أبوية عظيمة تجاه هذه الفتاة الفقيرة، كان يشعر أنه مسؤول عنها. الحقيقة يعني هو لا يوجد هذا الكلام في الفقراء، لكن ممكن عندما تقرأها سوف تستكشف أنه كان يحبها. لكن وهنا أمر نسيته، فارق العمر بيناتهم هذا اللي كان يحول. هذا الرجل كان في أواسط الأربعينات، في حين هي كانت تقريبا في أواسط العشرينات. الفارق العمري كان يمنع أن يعني يبوح لها بحبه، ولذلك كان أشبه بالرعاية الأبوية. لكن مع ذلك فرفارة كانت تفكر بطريقة عملية على عكسه مكار ديفوشكين، فتشعر باليأس بشكل خاص، ليس فقط بالحاضر والمستقبل، كانت كل ما تتذكر الماضي، عندما تعود بذكرياتها إلى الماضي عندما كانت امرأة غنية وثرية بعد موت أبويها دخلت في بؤس جدا شديد، سلسلة من المعاناة عاشت بها. فلذلك سوف نعلم من خلال الرسائل المتبادلة بينهم متى أن هؤلاء الأشخاص كانوا تعيسين جدا، كانت مستوى حياتهم متدني، ألم، معاناة كانت تواجههم. ما كان لا يملك سوى القليل، لا يملك شيء تقريبا، يعني بالكاد يستطيع بما يملك من مرتب أو غيره أن يستطيع أن يعيش، لكن مع ذلك يرسل لها إذا استطاع بعض الأموال، يرسل لها طعام لمساعدتها. وكذلك هي تفعل نفس الأمر. الغريب هنا في النقطة، مكار ديفوشكين صاحبنا اللي موجود بالفقراء، في رواية الفقراء يقرأ لمن؟ يقرأ ناظر المحطة البوشكين، ويقرأ المعطف الجوجل، ويكره شخصية فيرين وشخصية أكاكي أكيفتش. لماذا؟ لأنهم أشخاص ضعفاء، هو لا يعرف أنه هو ثالث القوم. نفس الشيء بالنسبة للفرفارة، على الجانب الآخر عندما تستطيع أن تساعده وهي تعمل خياطة فإنها ما تبخل بمساعدته، لكن في النهاية هذه المرأة وفي نهاية القصة تتعرض إلى مرض، عندها معاناة أخرى، فتذهب من أجل أن تتزوج أحد الأثرياء الذي كان بمعرفة بها، ومن هنا يغضب غضب شديد ويقول لها: أنت تبيعين نفسك، أنت لا تستحقين هذه النهاية. وبالتالي يقول عبارة أن الإنسان الفقير أقبح من خرقة ضالية. الإنسان الفقير لا يمكن أن يتمتع بأي اعتبار مهما كتب عنه ما كتب. وتنتهي اللي هنا رواية الفقراء أو قصة الفقراء مع نهاية الرسائل، مع رجل محبط لا نعرف ما الذي حدث بعد ذهابها، بعد زواجها، زواجها اللي يعتبره زواج تجاري أو زواج منفعة، لأن الرواية بأكملها تتحدث فقط عن ماذا؟ تتحدث فقط عن رسائل. نعم صديقي، جميل جميل جدا هذا السرد وهذا التحليل، كما هو أجمل منها الخلفية الثقافية والمعرفية التي سبقت وجود هذه الرواية العظيمة بلا شك، وهي تبدأ في أدب الرسائل إذا صح لنا هذا الوصف. ومن المعلوم أن دوستويفسكي كتب في العديد من ألوان الأدب، أستاذ أحمد الفارابي في أدب السجون في روايته في القبو، في أدب الرسائل في روايته الفقراء، قال عنه فيلسوف العباثية الكبير الجزائري ألبير كامو إن دوستويفسكي هو أفضل من اكتشف خبايا النفس البشرية، ومن شرح باختصار شديد وبطريقة مبسطة فكرة الانتحار الفلسفي. مشاهدين الكرام، الحديث ذو شجون وذو طبيعة استثنائية حول الفيلسوف والروائي العملاق فيودور دوستويفسكي مع فضيلة الأستاذ أحمد الفارابي من العراق، يبدو لي أن الجزء الأول من الحلقة الأولى قد انقضى. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل.
عدنا مشاهدينا الكرام وأفلا يعقلون، ومع فيلسوف وأديب وروائي كبير جدا ومن طينة الكبار، الروائي الذي تجاوزت رواياته في ترجماتها أكثر من 170 لغة وقرأ له كل كبير وصغير وشكل مادة خصبة للدراسة وللعرض وللتحليل لكل من جاء من بعده، إنه فيودور دوستويفسكي، مع الأستاذ والباحث العراقي أحمد الفارابي. نعود نرحب بك من جديد، أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك صديقي الكريم. أستاذنا الفاضل، مما لا شك فيه أيضا أن فيودور دوستويفسكي شكل مادة خصبة للعرض والدراسة والتحليل لكل من جاء من بعده، فهناك الذي تناوله بالدراسة من منظور علم الاجتماع، وهناك من قاربه من منظور الأنثروبولوجيا، وهناك من قاربه مقاربة فلسفية، وهناك من قاربه بمقاربة من منظور علم النفس التحليلي مثل ما فعل سيغموند فرويد. كيف قرأ سيغموند فرويد فيودور دوستويفسكي؟ كما ذكرت في المقدمة حضرتك صديقي الكريم، عندما قلت أن فرويد يقول كل مرة أنتهي من كتابة بحث عن حالة نفسية أجد دوستويفسكي قد كتب عنها. بالفعل نستطيع في روايات دوستويفسكي أن نجد النفس البشرية بكامل تقلباتها، بصراعاتها، بتناقضاتها، علاقاتها بالمجتمع حاضرة بأكملها في روايات دوستويفسكي، اللي جعلت من النفس البشرية ومصير هذه النفس في عالم مليء بالتناقضات، كيف تتعامل مع هذا العالم واللي بالأساس أصبحت محور مركزي في كل روايات دوستويفسكي. لذلك فرويد قال كما ذكرت أن دوستويفسكي هو الرجل الوحيد الذي عرفنا بأناس لم نكن نعرفهم الذين هم نحن. لذلك يرى فرويد أن الأخوة كارامازوف هي أعظم رواية على الإطلاق. بالفعل أصبحت رواية أخوة كارامازوف هي مرجع لفرويد، طبعا إلى جانب أعمال أخرى مثل المقامر، مثل جرم والعقاب. هذه بأكملها الروايات استند إليها فرويد في كل أعماله، في كل تحليلاته النفسية وحتى الاجتماعية. إذن شخصيات دوستويفسكي هي شخصيات قلقة، معذبة، ممزقة. لعل هذا الأمر يرجع للحياة النفسية والاجتماعية المليئة بالقلق والعذاب الذي عاش دوستويفسكي نفسه. لذلك نحن نعرف أن دوستويفسكي لم يعش حياة هانئة في طفولته أبدا. نعرف أن دوستويفسكي عاش في حياة ممزقة. شخصيات دوستويفسكي هي انعكاس المن، انعكاس لحياة دوستويفسكي. دوستويفسكي في أعماله بأكملها ذكر شخصيات وذكر ما يعتريهم من عصاب، من مشاكل. لذلك كانت هذه الشخصيات مدروسة بعناية بعناية كبيرة جدا، وكان يستخدمها في تحليلات السيكولوجية، بدليل أنه فرويد كتب مقالات عن تلك الروايات وبدأ يشخصها. عندما تأتي إلى فرويد عندما في كتاب التحليل النفسي والفن، يبدأ فرويد عند دوستويفسكي بالقول أنه نستطيع أن نحدد 4 صفات في شخصية فرويد: الفنان المبدع، الإنسان الأخلاقي، العصابي، والآثم. ثم بعد ذلك يسأل فرويد عن الكيفية التي يستطيع بها الإنسان أن يجد طريقة وسط كل هذا التعقيد، حتى عندما تريد أن تقرأ أعمال أو تطلع على حياة دوستويفسكي. ولذلك يؤكد فرويد أن الفنان المبدع الموجود داخل دوستويفسكي هو أقل سماته مدعاة للشك من بين السمات البقية. لماذا؟ لأن المكانة الأدبية العظيمة دوستويفسكي ما يختلف عنها اسمياً، حتى يعني لربما تصل إلى مكانة شكسبير على سبيل المثال. تعرف أنه في أحد المرات كان شكسبير يعرضون مسرحية هاملت، يعني بعد وفاته بقرن أو قرنين، فكان اللي حاضر ألكسندر دوماس. ألكسندر دوماس عندما شاهد مسرحية هاملت قام وصرخ بأعلى صوته، قال إن هذا الإليزابيثي، يقصد أنه شكسبير كان عايش في العصر الإليزابيثي، إليزابيث الأولى، إن هذا الإليزابيثي هو أعظم الخالقين بعد الله. بمعنى أنه خلق شخصيات عظيمة مثل هاملت وماكبث وغيره. نفس الشيء بالنسبة لدوستويفسكي، الشخصيات اللي خلقها دوستويفسكي شخصيات عظيمة جدا، من ضمنها على سبيل المثال شخصيات مصابة بالصرع. عندما تأتي إلى فرويد وعندما قلب فرويد أعمال دوستويفسكي
استطاع الوصول إلى استنتاجات عديدة أهمها تتعلق بمرض الصرع. مرض الصرع ذكر دوستويفسكي وتطرق له بكثير من أعماله، مثلا شخصيات عدة عديدة مصابة بالصرع، سمرادياكوف. يعني عندما تأتي إلى هذه الشخصية سمرادياكوف أحد أبطال رواية الأخوة كارامازوف، سوف نعرف وناس سؤال كيف استطاع دوستويفسكي أن يعرف هذا الشيء قبل علم النفس. الشخص المصاب بالصرع عندما تأتيه نوبة الصرع سوف بعدها يصاب بالإغماء. الإغماء يستمر ساعتين 3 ساعات. اللي اكتشفه دوستويفسكي، وهذا تأكيد لفرويد إنه مصاب دوستويفسكي كان بالصرع، اللي ذكر معلومة جدا مهمة دوستويفسكي، قال إن المصاب بالصرع يستطيع أن يجعل من نفسه تقوم ينهض بحيث يقوم أعمال ويرجع مرة ثانية للإغماء. لذلك بهذه الطريقة سنجد أن سمرادياكوف في رواية الأخوة كارامازوف كيف استطاع أن يقتل أباه، لأنه كان مصاب بحالة صرع وبالتالي هو مغمى عليه، لن يفيق إلا بعد ساعة أو ساعتين، لكن استطاع أن يفيق نفسه إذا صح التعبير، وذهب لقتل فيودور كارامازوف والده ثم رجع مرة ثانية للإغماء. طيب هنا كيف استطاع دوستويفسكي التوصل إلى هذه المعلومة؟ لذلك وفقا للعديد من الروايات استطاع فرويد أن يتوصل إلى حقيقة أن دوستويفسكي نفسه كان يعاني من هذا المرض، مرض الصرع. يعتقد فرويد أن دوستويفسكي نعم كان مصاب بالصرع، هناك كثير من الأمور تؤكد هذا الأمر. إذا كثير من الناس كانوا يرون أن نوبات الصرع الحادة كانت تأتي، يعني دوستويفسكي بعض الأحيان مصحوبة بغياب الشعور أو الوعي، وليست بالضرورة الصرع اللي كان شاهده في حالات مرضية كذا، لا، غياب الشعور، غياب الوعي، إضافة إلى تصلبات عضلية يتبعها هبوط لربما نوع من الصرع حتى الخفيف. إذا وفقا لفرويد ما كان يسميه صرع دوستويفسكي هو لربما لم يكن إلا عرض من أعراض مرض عصبي، بالتالي نستطيع أن نشخص تبعا لذلك بأن دوستويفسكي عنده عصاب هستيري، وأن دوستويفسكي عنده هستيريا حادة. بالتالي يقول فرويد عندما يحلل نصوص دوستويفسكي أن هذا الصرع لا يمكنه أن يكون مرض عضوي إنما مرض نفسي. نعم أيضا يقول فرويد أن هذا النوع من النوبات تصبح له قيمة العقاب بالتدريج. هذا يعني كيف أن نوبات الصرع تصبح لها قيمة العقاب؟ يقول يعني بما معناه أنه صاحب النوبة يكون في الأصل راغبا في موت شخص آخر، لكن تصل به الأمور إلى أن يكون هو نفسه هذا الشخص اللي يرغب بموته، بالتالي تكون نوبة الصرع هي عقاب للذات على رغبة الموت الموجهة ضد شخص آخر، غالبا يكون هذا الشخص هو الأب المكروه. والآن نأتي إلى قتل الأب، أيضا فرويد كيف قتل الأب. الحقيقة دوستويفسكي تطرق كثيرا إلى قتل الأب كما في رواية الأخوة كارامازوف، يعني عندما سمرادياكوف قتل والده إيفان كان يتمنى أنه والده يقتل يموت، ديمتري كان يتمنى أنه والده أيضا يموت، وقال فقط أخبروني أمر واحد، لماذا يعيش مثل هذا الإنسان؟ الحقيقة عندما نأتي الحياة دوستويفسكي سوف نجد أن والد دوستويفسكي كان رجل متدين شديد متعصب، وكان شديد البأس طوال حياته، كان قاسي على أطفاله، على دوستويفسكي وعلى شقيقه والبقية. إذا هذه العقدة سوف تظل مع دوستويفسكي طوال حياته، وسوف تظهر أين؟ سوف تظهر في أعماله. لكن والدة دوستويفسكي كانت امرأة طيبة حنونة، لكن ماتت في سن صغيرة، وهكذا سوف يعيش دوستويفسكي حياة بائسة منذ صغره. كان هناك رغبة دفينة لموت الأب موجودة في داخل دوستويفسكي، استطاع أن يقتل والده. دوستويفسكي قتل والده لكن ليس بالواقع، دوستويفسكي قتل والده في رواياته بالتحديد في الأخوة كارامازوف. يعني عندما تأتي إلى قتل الأب هذا موضوع جدا مهم، فرويد استنتج في أبحاثه عن موضوع قتل الأب من دوستويفسكي وكذلك من شكسبير وكذلك من عقدة أوديب أعتقد سوفوكليس. فرويد كان يرى أنه جريمة قتل الأب هي الجريمة الأولى في البشرية،
وحتى ما ادخل بفرويد اكثر من اللازم، اللي يعرف عقده اوديب انه الطفل الصغير يتمنى ان يموت ابوه حتى هو يحظى بامه فقط، لا اريد ان ادخل في هذه المعمعه. لذلك فرويد اسقط عقده اوديب على روايه الاخوه كارامازوف. كيف؟ ايفان كارامازوف كان يتمنى والده يموت لان والده سافل ومنحط وفيه كل السلبيات وسكير وعربيد كان يتمنى، لكن هو لا يسمح لضميره واخلاقه والمجتمع ان يقتل ابوه. اللي قتل ابوه هو سمرديكوف الابن غير الشرعي، راح نعرف من هو سمرديكوف. سمرديكوف هو ابن غير شرعي لفيودور كارامازوف، يعني شقيق ايفان. قتل الاب بالنيابه عن ايفان. يعني انت تلاحظ ان هناك شخص انت تفكر الفكره هذا الشخص يحقق لك اياها بحيث لا قانونيا ولا اجتماعيا ولا ضميريا ولا حتى امام الله انت سوف يصيبك اي عقاب. هناك من فكر بالنيابه عنك، هناك من 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 اخذ افكارك وطبقها على ارض الواقع. لذلك فرويد كان يرى انه جريمه قتل الاب هي الجريمه الاولى في البشريه كما ذكر. فلذلك بدا يقارن بين قتل الاب عد روايه الاخوه كارامازوف وعد هاملت شكسبير. كيف؟ في مقاله نشرها فرويد، اسم المقاله دوستويفسكي وقتل الاب، تقريبا نشرها سنه 1928، يقول فيها فرويد انها ليست مصادفه ان هاملت والاخوه كارامازوف تتعلق كلتهما بعقده قتل الاب. فرويد بمن يربطها؟ يربطها فرويد بمرض الصرع اللي يعاني منه عدد كثير من شخصيات تلك الأعمال. نحن ذكرنا أن الصرع إما عند رغبة بقتل الآخرين أو رغبة بقتل نفسه. إذن الفكرة اللي تجعل الابن يرغب في قتل أبيه ترتبط عموما أيضا حسب ما يقول فرويد بمن؟ بإعجاب خفي تجاه هذا الأب. كيف؟ يعني الطفل يريد أن يأخذ مكان أبيه ليس فقط لأنه يكرهه، لا أيضا يريد إبعاده، وإنما يعني ليس فقط ذكرها ويريد إبعاده ويريد يعني كما في تفاسير فرويد، لا هناك نقطة ثانية تجعل الابن عند ربه بقتل الأب لأنه معجب بهذا الأب ومكانته ويريد أن يأخذها. لدرجة صديقي كريم أن هناك شخص تعرفت عليه يعني في نفس عمري قبل سنوات، هذا الشخص أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا أي شيء، قال لي عبارة نفس هذه العبارة، قال يعني كان عنده خلاف مع ابنه يعني الصبي العمره 16 سنه او 14 سنه، قال الابن في هذه العمر يتمنى موت ابيه حتى يحل مكانه، واذا هو لا يعرف ان دوستويفسكي وفرويد تطرقوا لهذا الامر. اذا فرويد يقارن بين قتل الاب بيناتهم، بين قتل الاب مسرحيه هاملت شكسبير، لاننا نعرف انه هاملت لم يقتل والده بالمسرحيه. من الذي قتل والد هاملت؟ شقيق الأب، شقيق الملك، يعني عم هاملت هو اللي قتل والد هاملت. حدث عندك ربط صديقي أنه سمرديكوف قتل بالنيابة عن إيفان، وكذلك عم هاملت قتل بالنيابة عن هاملت، لأن أيضا نرجع لعقدة فرويد، عقدة أوديب قصدي، اللي هو تمني موت الأب. إذا أسقط هذا الأمر على روايتين، لذلك تخطو رواية الأخوة كارامازوف خطوة أبعد، لأن الجريمة ما ارتكبت بإيد ابن، ارتكبت بإيد خادم سمرديكوف هو لربما ابن غير شرعي. هذا الابن الغير شرعي حقق أمنية موجودة في عقل أحد الأبناء الشرعيين اللي هو إيفان. إذا أضيف لهذا تعاطف دوستويفسكي مع القاتل، يعني سمرديكوف وغيره، تعاطف لا حدود له، بحيث يصبح الى درجه من المنطقي اعتبار القاتل من وجهه نظر دوستويفسكي كمخلص. فرويد اسقط هذه المفاهيم والافكار على دوستويفسكي، فخلص على روايه دوستويفسكي، خلص الى ان دوستويفسكي يملك شخصيه اجراميه بامتياز. لذلك اختار جميع روايات دوستويفسكي من اجل ان يبحث بها، فماذا وجد؟ وجد شخصيات عنيفة، شخصيات قلقة، مجرمة، هدامة، قاتلة. ديمتري عندك، عندك سمرديكوف، عندك إيفان وغيرهم. هذا الأمر ماذا سوف يعززه؟ سوف يعززه الارتباط بصلة دوستويفسكي والإدمان على القمار والاعتداء الجنسي.
دوستويفسكي مقامرة. كان يعني هناك اعتداء جنسي يعني على فتاة يعني صغيرة. هذا كله سوف يكون من مصلحة فرويد. ونأتي الآن على القمار. القمار له دور أيضا في حياة دوستويفسكي. فرويد سوف يحلل القمار اللي كان متعارف في عدد من أعمال دوستويفسكي، من ضمنها رواية المقامر، أيضا اعتبرها طريقة أخرى لمعاقبة الذات. نحن ذكرنا أن الصراع طريقة لمعاقبة الذات. طيب كيف القمار طريقة لمعاقبة الذات؟ استمد فرويد هذا الأمر من تحليله دوستويفسكي نفسه، واللي كان دوستويفسكي أيضا مهووس، كان عاشق للقمار، كان مغرم بالقمار في كل حياته. فيأكد فرويد في تحليلاته أنه هذا الهوس بالنسبة لدوستويفسكي بالقمار كان يشغل مكانة كبيرة في حياة دوستويفسكي. نعم هو في فترة من الفترات ذهب مع زوجته وعشيرته إلى ألمانيا أو إحدى المدن وبدأ يلعب قمار وكذا. دوستويفسكي كان مقامر، لذلك فرويد ينقل عن دوستويفسكي عبارة كتبها دوستويفسكي في أحد الرسائل، يقول: أقسم أن التوك إلى المال لا شأن له عندي بلعب القمار، على الرغم أن الله نفسه يعلم كم أنني في حاجة إلى القمار. إذن يصبح من المنطقي بالنسبة للمحلل النفسي مثل فرويد أن يبحث عن النزوع إلى القمار عند دوستويفسكي في مجالات يمكن للدراسة النفسية أن تجيب عنها. وهكذا وأخيرا يرى فرويد أن القمار كان بالنسبة لدوستويفسكي طريقة أخرى لمعاقبة الذات. أستاذ أحمد، من المعلوم أن السياقات الخارجية والعوامل الخارجية والتاريخية أيضا ساهمت في تشكيل وفي بلورة شخصية فيودور دوستويفسكي، ومن المعلوم أيضا أنه في حياته عندما دخل إلى السجن تعرض أو حكم عليه بالإعدام، ووظف هذه ونجا منها فيما بعد وقضى الأعمال الشاقة في السجن لمدة 10 سنوات، ووظف هذه الحادثة في أعماله وفي خطاباته السردية. كيف وظف وكيف استعان فيودور دوستويفسكي، أو ما الذي تشكله لحظة قضية الإعدام عند دوستويفسكي أستاذ أحمد؟ قضية مفصلية، قضية جوهرية، لربما أحد أسباب تفاقم مرض الصرع عند دوستويفسكي هو قضية الإعدام. قضية الإعدام تبدأ أن دوستويفسكي بعد أن كتب الفقراء وبضعة روايات مثل المثل، قلب ضعيف، نيتو تشكن زفنوفا، الجارة، غيرها، انضم إلى مجموعة ملحدة شبه سرية هدفها إسقاط يعني النظام الحكم الموجود في روسيا في وقتها. الشرطة ألقت القبض عليهم، وهذا كلام سنة 1849، بالتالي سوف يتم حكم الإعدام أو يصدر حكم إعدام على دوستويفسكي مع جماعته. لكن وهم على منصة الإعدام وقبل تنفيذ حكم الإعدام بدقائق معدودة، صدر مرسوم من القيصر يقضي باستبدال الحكم ب4 سنوات سجن في سيبيريا. هناك من يقول إنها مزحة من القيصر لتأديبهم، لكن هذه المزحة سوف تلاحق دوستويفسكي آخر يوم في حياته وفي أعماله. عندما تأتي دوستويفسكي عمليا سوف يعايش تلك الرهبة وهو واقف على منصة الإعدام، عايش طقوس تنفيذ حكم الإعدام بالتفصيل اللي ظلت تازمة طوال حياته. فوصف هذا المشهد الرهيب وقوفه، هذا مشهد لا ليس هين، ليس كل يوم شخص يقف على منصة الإعدام ويتم إطلاق سراحه. هذا المشهد سوف يصف دوستويفسكي في رواية الأبله، الرواية العظيمة اللي نصحت بقراءتها، رواية الأبله، رواية تقريبا 1000 صفحة. في هذه الرواية الأمير مشكين هو البطل. هذا الأمير رجل أبله، هذا الرجل يعاني من البله وهو مرض، كان يروي لبعض السيدات قصة عن رجل سوف يتم إعدامه، لكن نحن نعرف أنه يقصد هذا الرجل هو دوستويفسكي، بمعنى أن دوستويفسكي يقصد نفسه، دوستويفسكي يقصد نفسه. فعلى لسان الأمير مشكين بطل رواية الأبله يصف دوستويفسكي اللحظات المرعبة اللي قاساها، الألم النفسي، التشنجات التي اعترت روحه بعيد تلاوة حكم الإعدام على نفسه. فيقول
يعني فقط أريد أن يكون المفهوم من الذي يتكلم؟ يتكلم الأمير مشكين عن رجل ما، لكن إحنا نعرف أنه هو المقصود من؟ المقصود هو دوستويفسكي. يقول: وبينما كانت العرب التي تقلهم إلى الساحة تطوف في شوارع بطرسبرغ، بدأ لذلك الرجل دوستويفسكي إن ثمة زمنا طويلا سينقضي قبل أن يصل إلى ساحة الإعدام، وأن أفكارا كثيرة لا يزال من الممكن أن توافيه، وأن لحظة النهاية لا تزال بعيدة كل البعد عنه. ورغم علمه بأنه لم يعد يتبقى له في هذا الوجود سوى بضع دقائق وحسب، إلا أنها قد بدت له طويلة طولا لا نهاية له، غني غنى لا ينضب، وأنه سوف يعيش حيوات تبلغ من الكثرة إلى حد أنه في غنى عن التفكير في اللحظة الأخيرة. وعلى حافة الموت أخذت الأسئلة تنهال على ذهن الرجل، إنه الآن هنا في هذا العالم، لكنه بعد دقائق معدودة سوف يصير إلى مآل آخر وإلى عالم مختلف. ترى ما الذي ينتظره وراء الموت؟ هكذا كان يفكر دوستويفسكي، لكن هذا الكلام كله يذكر على من؟ على لسان الأمير مشكين. يستمر يقول: لكن السؤال الذي آلمه، السؤال الذي عذبه عذابا شديدا إلى حد أنه تمنى أن ينفذ عليه الحكم سريعا هربا من وطأة هذا السؤال، كان سؤاله عن معنى الحياة واستجداءه لحياة أخرى توهب له ينعم بها أيما نعيم، وتستحيل كل دقيقة فيها إلى دهرا، ولا يحصين جميع الدقائق، لا يضيع منها دقيقة واحدة. وفي اللحظة التي وضع فيها قدمه على المقصلة وبعد اجتيازها السلم، في تلك اللحظة التي استولى عليه الرعب وأدرك أنه لا سبيل لدفع هذا الأمر، استسلم أخيرا لقدره دون إبداء أي رغبة بالمقاومة. فالإنسان حين يداهمه هلاك لا سبيل إلى تحاشيه كانهيار منزل، هذا المنزل ينهار فوقه، إنما يشعر عندئذ برغبة لا تقاوم في أن يقعد مغمض عينيه وليحدث ما يحدث. وفي مثل هذه اللحظات التي تسبق حلول الكارثة المرتقبة، يحدث ويا للمفارقة أن يكون ذهن الإنسان حاضرا حضورا مكثفا، واعيا بكل التفاصيل التي تدور حوله، وكأنه آلة مندفعة في عملها، حتى أنه يهتم بتفاصيل مضحكة وغريبة. فهذا الرجل الذي ينتظر نزول المقصلة على عنقه ينظر باستغراب إلى ذلك الرجل الذي يملك سلولا في جبينه، ثم يسترع انتباهه أن أحد أزرار سترة الجلاد صدئة. إن هذه التفاصيل سيذكرها دوستويفسكي بعد ذلك طويلا، وسيذهله، يعني يذهل دوستويفسكي إن ذهنه انصرف في تلك اللحظات الرهيبة إلى تلك الأمور. إذن ينتج عن تلك اللحظات الرهيبة، وعندما كان دوستويفسكي على حافة الوجود، تجربة النفي بعدها إلى سيبيريا، إن أثمرت رواية الأبلة، الجريمة والعقاب، الأخوة كارامازوف، ذكريات من منزل الأموات. هكذا استثمر دوستويفسكي قصة إعدام المزيف. هذه التجربة سوف تكون محور أساسي في تحول دوستويفسكي من الإلحاد إلى الإيمان، سوف تكون قضية أساسية في تحول دوستويفسكي من اعتناق أفكار بلينسكي الثورية العدمية إلى الرجوع إلى المسيح والرجوع إلى من؟ إلى الإنجيل. هاي في رواية الأبلة. جميل. لكن أيضا في رواية الجريمة والعقاب، وأختم، اتطرق دوستويفسكي إلى نفس هذا الأمر، الوقوف على حافة الإعدام بدقائق جدا قليلة. يقول راسكولنيكوف بطل الجريمة والعقاب: أين قرأت إن شخصا محكوما عليه بالإعدام يقول أو يفكر قبل موته بساعة إنه إذا اضطر للعيش على بعض الصخور العالية على مثل تلك الحافة الضيقة فلن يتمكن إلا من الوقوف محبط، ظلمة أبدية، عزلة أبدية، ظلام، العاصفة الأبدية حوله. إذا كان عليه أن يظل واقفا على تلك الساحة إلى الأبد طوال حياته 1000 سنة الأبدية، كان الأفضل أن يعيش هكذا من أن يموت في آن واحد، أن يعيش
يعيش الحياة أيا كان. فلاحظ أنه اتطرق إلى موضوع إعدامه في رواية الأبلة على لسان الأمير مشكين، وفي رواية الجرم والعقاب على لسان راسكولنيكوف. نعم صديقي أستاذ أحمد الفارابي الفاضل على هذا الشرح وعلى هذا العرض وعلى هذا التحليل. صحيح أن فيودور دوستويفسكي عاش قلقا وجوديا، عاش اضطرابا اجتماعيا، كان همه الإنسان، كان يريد دراسة الإنسان، وظف جميع معارفه وعلوم عصره في خطاباته السردية. هذا الرجل هو ذو طبيعة استثنائية والحديث عنه ذو شجون، ولكن لا تكفي ساعة أو ساعتين أو حتى أسبوعا كاملا للحديث عن هذا الرجل الذي خرج لنا قرابة 18 مجلدا من أعماله الخالدة التي ترجمت إلى أكثر من 170 لغة حول العالم. أستاذنا الفاضل، يبدو لأن الوقت يداهمنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، ونلتقي في عدد قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.